على أبيني وأبا سفيان عني فأنت مجوف النخل الهواء بأن سيوفنا تركت عبدا وعبد الدار سادت خلنا ولست له تشرف ما بخيرك مرقاء فإنك لقتلهم الفشار هنالك معشر نصروا علينا ففي أظفارنا منهم وقاء وحرف العارف من أبي غرار وحرف قريبة من ضراء بصر صار من مواكبتنا لما يزيد يخفف بمعنى انا احد تحاول يزيد خفف ما اجي اخيل عشان يزيد مره ثانيه بس تمر مواكبه طلب انه يخفف لين يدبر عمره ويرجع نفس الدعسه يا يلم من جسمه ويرجع نفس الدعسه او يوقف تماما يخفف ثم يزيد نفس الدعسه مرات يستمر على اللحظه مجد هذا اللي اعطاك الانغازات ولا هذا اللي يخفف فاذكر بشكل سريع ما اقول لك تعبكم قلت امر كاع بس ضغطت في ضغط كاع قوي ذكريه وثم ارجع الحديد مرات ثانية ينسى ان الشيء اللي قاعد يسويه انت ما اعطيه اياه متاكد زياده ولا فضه ولا سحه ذكره انك انت ما اعطيه حق التذكيه زياده او يسحب زياده ما فضه ولا سحه ذكر انك انت ما اعطيه حق السحه بس انت ذكره ما تبي نعمل الحركه نفسها لكن اثناء فعل الحركه نفسها كذكريه وسمعني اني ما اقدر استغل عليك انت استغليتها عليه